منتخب السباحة التوقيعية يصعد للأولمبياد طوكيو 2020. طبعا يا جماعة السباحة الإيقاعية دي اللي هي بينزلوا بقى بيغطسوا برجلهم فوق، بيقعدوا يعملوا بيرقصوا بيعملوا حركات حلوة قوي، حركات استعراضية جميلة جدا. منتخب مصر للسباحة التوقيعية اتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو اللي جاية واللي هتتلعب في صيف 2020 بعد ما حقق المركز الأول في المنتخبات الإفريقية اللي شاركت في بطولة العالم واللي بتتلعب دلوقتي في كوريا الجنوبية. المنتخب بيضم في صفوفه 11 لاعب ولاعبة، وهم فريدة رضوان وملك إياد وهنا هيكل وكمان جيدة شرف وشهد سامر وملك عاكف وفرحة عمرو ودارة تامر ونورة عزمي ونهال سعفان وليلة علي. وبكده مصر بتشارك في المسابقة دي للمرة الثانية على التوالي بعد ما شاركنا في أولمبياد ريو دي جانيرو.